لو سألت الأم عن أحلى لحظاتها في المطبخ بتقول لك لما ابني أكل من اللي طبخته، ولو سألت البنت متى حست بقيمة سيارتها الجديدة حتقول لما أمي حبتها وارتاحت فيها، ولو سألت الأب وش أكثر شيء عجبه في البيت الجديد بيقول لما عيالي وأحفادي انبسطوا فيه. أي خير بيجيلنا بنحس بمتعته أضعاف لما تأثيره يوصل للي نحبهم. عشان كذا في التيسير للتمويل نحب أن الخير يعم الجميع مع تمويل الخير في شهر الخير. قدم طلبك على التمويل الشخصي عشان تحس بالخير واللي حواليك كمان يحسوا فيه. التيسير للتمويل الخير يسير.